السلام عليكم أصدقاء، في مقطع جديد. في هذا الفيديو لدينا AirDrop أو ديزار على شبكة البيتكوين. أول شيء يجب عليك تحميل محفظة تدعم شبكة البيتكوين مثل محفظة إكسبرس. بعدها ستجد رابط التسجيل في صندوق الوصف، تقوم بنسخه ثم تضعه هنا في متصفح المحفظة، فيظهر معك AirDrop بهذا الشكل. تقوم بربط المحفظة الخاصة بك من هنا، تضغط على كونكت ثم ستختار محفظة إكسبرس، ثم تقوم بربط المحفظة الخاصة بك. بعدما تقوم بربط المحفظة الخاصة بك تضغط هنا على Get Started. بعدها سيظهر معك كود الدعوة الذي تسجلت من خلاله، تضغط هنا على Confirm. تنزل إلى الأسفل ثم ستجد مجموعة من المهام تقوم بإكمالها لتحصل على أكبر عدد من النقاط. مثلا المهمة الأولى يطلب منك مشاركة هذه التغريدة وتحصل على 400 نقطة. لكن أولا يجب عليك ربط التويتر الخاص بك، لأنك إذا ضغطت هنا على تويت سيعطيك خطأ في الأعلى. بعدما يعطيك هذا الخطأ تضغط هنا على Go to Profile، فيأخذك إلى البروفايل الخاص بك، ثم تقوم بالنزول إلى الأسفل وتقوم بربط الديسكورد وكذلك حسابك على تويتر، تضغط هنا ثم تقوم بربط حسابك على تويتر، تضغط هنا على Authorize، فيتم معك الربط بنجاح. أيضا تفعل نفس الشيء مع الديسكورد، وهنا تضع رابط حسابك على الفيسبوك، وهنا رابط حسابك على الإنستغرام، ثم تضع هنا الإيميل الخاص بك وتضغط على حفظ. الآن تعود لصفحة الأيردروب ثم تضغط على تويت مرة أخرى، ثم تقوم بنشر هذه التغريدة وتعود للأيردروب، تضغط هنا على بوست، وسيحتسبون لك النقاط بعد مدة معينة. وهنا لديك هذه المهمة، يجب أن تضع جميع الروابط في ملفك الشخصي، وهنا لديك ثلاث مهام مدفوعة يمكنك تخطيها، وفي الأسفل تجد بعض المهام لمتابعة حسابهم على التويتر. كان هذا كل شيء أصدقاء، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.